تقرير مع جمهور النادي الأهلي ومدى العلاقة مع تيشرت النادي الأهلي، بنرجع نكمل مع حضراتكم. جمهور الأهلي لم يكتفي بحب الكيان، بل أحب فانلته عبر التاريخ. لم يكتفي بمجرد الحب والمشاعر، بل كتب فيها وغنى لها وعنها يقول: فانيلة النادي الأهلي هفضل صينها طول عمري، الأهلي في قلبي من صغري، أغلى من روحي ومن دمي. يا أهلاوي بصوا شوف دايما وراك متالتة ألوف، دايما معاه والآخر الكون، عمري عشان الأهلي هون. هذا هو جمهور الأهلي الذي قدس فانلة فريقه، يعلي من قيمتها، يرفع من شأنها. فالفانلة هي الرمز، هي القيمة، هي الشرف. لهذا تغنى بها جمهور الأهلي، منه خرجت كلمة روح الفانلة الحمراء. جمهور الأهلي يا سادة هو حامل حمى بالنسبة لنادينا العريق ولألوانه، وسادة اللي قال جمهور ده حماه. سيظل الجمهور العريق هو رافع لقميص الأهلي فوق رأسه، مرتدياً إياه على جسده، مفضلاً له على كل الألوان. هو حاميه منذ الميلاد في عام 1907 إلى أن يشاء الله. عاش الأهلي وجمهوره وقميصه الأحمر.